كوزيك فام الإذاعة الأولى في تونس. شوف احنا في تونس فما برشا حاجات غلطين كل كسوا في الريتم اكسيليري بتاع البرودكسيون اللي انا ما نحبوش. مثلا لازم ما نحبوش. شوف مع احترامي للحاجة اللي انا شو نقولها تو، انا منيش نصنع في الستيلوات بلاستيك، انا نعمل في فن موزيك. انا واحد بالناس من لوش من شدش نبدا انا نكتب تقني قاعد تجي واحد باش نعمل غنياتك هيك. كان جيت انا نقعد في الاستوديو يوميا ودددددددددد نولي نقول في اي كلام، نعمل في اي حاجه كيما قاعد يصير تو. تشوف انه مثلا الناس اللي تعمل كل شهر كليب وغنيه داخله في منطق المصنع بالطبيعه، شكون يجيب جديد في كل شهر كليب؟ كندريك لامار عنده عامين لهبط تصوير على الانستغرام، لهبط على الفيسبوك، لهبط حتى شيء تسريبات خارجه من الاستوديو من الالبوم اللي حاضر فيه. اما نعطيك فما برشا رابرز حتى البر نسق الانتاج يعملوا في السهل، في الكلمه السهله. في مثلا نجم نعطي مثال وخليني نسمي مثلا كلاي كل شهر كل ثلاثة جمعات عنده كليب. ربي عينه. هل تشوف انه كلاي اليوم بالطريقه هذه يولي داخل في منظومه تجاريه؟ انا مع كل احتراماتي لكلاي، من منظوري انا اون جينيرال حكيت التهبيط في سافيسا مانيش معاه. ما هذه استراتيجيات. اي اوكي هي استراتيجيات ناجحه استراتيجيات. اما ما نرش انا نحس ان تدخل الارتيست في الابتذال شويه ساعات. ما هاني انا اعطيتك مثال. هل لا مانيش نحكي على كلاي مثلا. انا نحكي اون جينيرال. انا ناخذ مثال اللي نجم ينكسر به بتدخل الفكره نتاعك. لو اما كلاي نحسه قاعد يهبط برشا، نجم يكون يحضر في خدمته قبل ويهبطها في سافيسا. انا كيكه ما نحبش، انا مثلا ما نحبش. مو انت يلزمك. انا قاعد نراني في روحي تو باش نولي نخلط على الاقل كل شهر ونص نهبط كليب. علاش؟ على خاطر العبيد ولا تطلب في حاجه كما هيك. هذا هو. اي اما انا ما نحبش اني الفن يولي ماكينه ماهيش راكب على بعضها. شوف هي ماهيش حكايه ماكينه ولا مش ماكينه، نتصور انا هي حكايه وقت اللي تعطيني غنية باهية ومن بعدها تعطيني غنية أخرى باهية. ما نجمش كيك. أنت ما تنجمش. ليه؟ مش أنا ما نجمش، الأرتيست ما نجمش. عليه تعرف عليه. خضرتك تكتب غنية تاخو من روحك. أي. شوف اسمعني أنا نحكي لك على الأرتيست. فما إنسان شوف الفنانين كما ينابيع المياه. أي. فما ينبوع مياه متدفق. يوف. فما ينبوع مياه. يوف. وفما راهو تبارك الله أعين. أنا في تونس تو عندي بارش ما سمعتش غنية موضوعها ما نعرفوش. ما سمعتش غنية فيها حاجة جديدة. موضوعها ما حد شيء موضوعها ما تعرفوش. يمكن عليش هذاك ولينا نغنيو على كل المواضيع صحيح. اما اللي يميز هو طريقه الغناء على الموضوع هي جديده. كل كيف كيف كل كيف 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 كيف. فما شويه تجني في كلامك. لا فما عبيد معينين قاعده تطور قاعده تبدع وانا حكيت عليهم قبل تو في تونس بريسك الغناء الكل يشبه لبعضه. وانت تعرف هادي، انت اقرب مني للدومين. نعرف ما نوافقكش ما نوافق. مثلا انا كيف نسمع كاسترو مانيش كيما نسمع الرادي. كيف نسمع انا قلت لك انا فما ناس عندها ستيلات خدمه عليهم وقاعده تشاده في مبادئها وفوازاتها. اغلبيه الغناء تو اللي قاعد يهبط في تونس شبه لبعضه، الناس كل تبع في بعضها. شوف مانيش نحكي راهو بعنقهيه ولا انا نحكي من فوق ولا لا 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 انا نحكي في اللي نشوف فيه كهوره. لا عجبني حتى الكلام اللي تقول فيه عجبني يخليني انا بدي نفكر.